In problems 15 to 18, write the coefficient matrix and the augmented matrix of the given system of linear equation. ال coefficients بس هنا يعني اكتب كده 3 مع 5 و 2 مع minus 4 دي ال coefficient matrix. وبعدين عايز ال augmented matrix يعني اضيف ال constants اللي هنا يبقى 3 5 مع 8 و 2 ماينس 4 مع ماينس 7. الكوفيشنز ماينس 8 مع 3 و 6 مع 5 لو هنضيف عليهم الكونستانس هيبقى ماينس 8 مع 3 مع 10 و 6 مع 5 مع 13. هنا في واحد مع أربعة وفي إكس واحد مفيش إكس اتنين، يبقى واحد مع أربعة مع خمستاشر وستة مع صفر مع تمنتاشر. طبعا نستنتج إن الإكس واحد هنا بتلاتة على طول لو عايزين نحل، إحنا بس عايزين نكتب المتريسيز. هنا خمسة مع ماينس واحد ومفيش إكس واحد في إكس اتنين، خمسة مع ماينس واحد مع عشرة. من الإيكويشن التانية كنا ممكن نستنتج إن الإكس اتنين بسبعة على طول، ومنها أقدر أحل الإيكويشن الأولى.